صباح الفل على كل حبايبنا ابطال افريقيا، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون خطوه جديده في مشوار الثلاثيه الموسم ده قدام الاتحاد السكندري في نص نهائي كاس مصر على استاد السويس الجديد الساعه 8 بالليل ان شاء الله. وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو قبل المباراه بساعتين. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو بطل مصر وبطل افريقيا بفارق كبير جدا عن الوصيف التقليدي في المسابقتين. طبعا ما كانش فيه وقت للراحه لان فريقنا نزل تمرين بعد التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه في يوم الجمعه اللي فات، ونزلوا تمرين بسرعه بعد ما قفلنا باب الاحتفالات عشان نركز في البطوله الجديده اللي احنا بننافس عليها السنه دي. بطولات كتير ان شاء الله الموسم دوت بننافس عليها، لكن المهم عندنا النهارده ماتش الاتحاد السكندري اللي بيعتبر في بدايه موسم جديد، لان زي ما احنا عارفين القيد المحلي فتح وهنقدر نشوف اللعيبه الجداد موجوده في القايمه زي بدر بنون اللي جاي من الرجاء، وكمان معاه احمد رمضان بيكهام اللي جاي من وادي دجله، ده غير لاعبينا المعارين زي اكرم توفيق واحمد ياسر ريان وناصر ماهر وصلاح محسن وكمان محمد شريف. فريقنا بيدخل ماتش النهارده قدام الاتحاد السكندري بعد مشوار طويل في مسابقه الكاس بدا تقريبا من 3 4 سنين فاتوا لما لعبنا بني سويف وكسبناه 3-1 في دور ال 32، وبعد كده لعبنا الترسانه في دور ال 16 وكمان ابو قير للاسمده في ربع النهائي وكسبنا الماتشين بنتيجه 2-1. الاتحاد السكندري بقى بيدخل ماتش النهارده بعد مغامره طويله برضه في مسابقه الكاس بداها بالفوز على النصر في دور ال 32 وبعد كده اسوان وكمان المقاولين العرب في ربع النهائي، وموجود النهارده بعد ما قدر يخلص الدوري في المركز العاشر. والفرقة الصراحة عندها لعيبة كتير مميزة وتستحق المتابعة زي عمار حمدي اللاعب بتاعنا المعار، وكمان خالد قمر واحمد نبيل مانجا وصبر رحيل ورزاق سيسي، وبقيادة طبعا المدرب المخضرم الكبير كابتن حسام حسن. لكن بنتمنى ان مشوار الاتحاد السكندري ينتهي النهارده عشان نلعب الكسبان ان شاء الله من ماتش طلائع الجيش والزمالك يوم السبت اللي جاي في نهائي الكاس، ونلعب على الثلاثية رقم 3 في تاريخنا. ويلا يا اهلي. اسال عليا هيقولوا لك مين المارد الاحمر، انا ملك القاره الاستاد يولع لما انا بحضر، جمهوري ورايا وهو حمايه صوته بيهز جبل وباعلى صوت كله بيشجع الابطال.